إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق ينفذه القانون، وتكون له الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع الكفاءة بين أعضائها، والدفاع عن حقوقهم وحماية مصالحهم، وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي، ولا يجوز إنشاء أي منها بالهيئات النظامية. نقدر نشتغل على قانون المطور العقاري. مرحبا بالسادة الكرام الحضور، بنرحب بمعالي المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان، المنصة الكريمة. أنا أعتقد يعني أن قانون الاتحاد المطورين العقاريين تأخر كثيرا، يعني كان المفروض هو يكون اتباعا وراء قانون الاتحاد المقاولين مباشرة بعدها. التطور العقاري والاستثمار العقاري خلاص هو بقى كثرة التنمية في مصر ومن فترة مش من، فإحنا النهاردة قدمنا مشروع قانون لإنشاء هذا الاتحاد، وفي صدد إن إحنا نتناقش مع حضراتكم قبل ما نتناقش فيه في لجنة الإسكان أو في اللجنة المختصة ومناقشته يعني في المجلس، لإصراء بعض الآراء، بعض التعديلات، بعض الحاجات، لأنه في الآخر هو القانون ده ينظم عمل حضراتكم في الأساس يعني، فبالتالي لازم الرأي يكون لحضراتكم هو الرأي الأول في هذا الموضوع، وبناء عليه احنا نبتدي نتكلم في السياسة العامة بتاع القانون، وفي الآخر هنتناقش في بعض المواد اللي حضراتكم اللي ليه أي تعقيب عليها أو لأي تعديل أو لأي إضافة، وتؤخذ في الاعتبار إن شاء الله أثناء مناقشتها في لجنة الإسكان وفي الجلسة العامة إن شاء الله. نشاط التطوير العقاري أعتقد أنا في رأيي الشخصي ملوش يعني أكثر من 15 سنة أو يعني حد أقصى يمكن 20 سنة من النهاردة اللي اتطرح لفظ استثمار عقاري ولفظ مطور عقاري والحاجات دي كلها. طبعا في آخر 4-5 سنين ده بقى نشاط رئيسي، بقى نشاط أساسي في خطة الدولة، بقى من النشاط المهمة واللي يجب اللي يكون ليها مش اتحاد بس، اللي يجب اللي يكون ليها تنظيم للمهنة كلها بالكامل، وليس اتحاد ينظم العلاقة بين المطورين، ولكن تنظيم المهنة كلها بالكامل، وده شيء أساسي. كده احنا بالنسبة لنا برضو كدولة محتاجين نبقى فيه جهة بتعامل معاها، يبقى هي بتتحدث باسم المطورين كلهم. النهارده في كذا كيان مع اختلاف طبعا الكيانات او الهيكل القانوني بتاعهم، ولكن في الاخر ما فيش جهة واحدة زي اتحاد المقاولين. اتحاد المقاولين طبعا ابتدى من زمان، يمكن بالتسعينات، اول التسعينات صدر قانون اتحاد المقاولين، والنهارده حتى يمكن داخل في التطوير وتعديل بعض القوانين. القانون طبعا مهم جدا، لان يعني زي ما بقول تنظيم المهنة النهارده النشاط العقاري بقى مهم جدا، هيوصل نسبة ما تقلش من 5-6% من قطاع التشييد، قطاع التشييد كله بالكامل سواء التشييد أو الاستثمار العقاري، النهارده يوصل ما يقرب من 20% من الدخل القومي. دي نسبة النهارده حققناها الحمد لله، دي أرقام طالعة من السنة اللي فاتت، فالحمد لله ده بقى رقم يوصل مهم جدا، مش معقول يبقى هذا القطاع اللي يوصل نسبة كبيرة من قطاع التشييد حوالي يمكن 6-7% ويبقالوش كيان مسؤول عنه، كيان يقدر يطور المهنة نفسها. أي مهنة تحتاج تطوير مش ويبقى ليها قصص، ليها تصنيف. إحنا حبيت كحكومة الأول نسمع رأي حضراتكم كمطورين في هذا القانون، وطبعا إحنا ليها بعض برضو الاقتراحات وبعض يعني الآراء في بعض البنود. هذا القانون هو لغرض إنشاء اتحاد المطورين الأول، بس يتولد هذا الكيان ثم نتناقش في تفاصيله من خلال اللائحة التنفيذية، والاتحاد يدير شؤونه، يعني كل التفاصيل الخاصة بقى بالديتيلز الصغيرة مش عايزين نخليها في القانون. هذه الفلسفة تم الاتفاق عليها مع دولة رئيس الوزراء من منطق انه التفاصيل خدتنا قبل كده في عدد من السنوات والنقاشات الطويلة جدا التي لم تنتهي الى قانون، فكان وجهة النظر اللي احنا نبسط القانون ونطلع قانون بسيط وسهل يوجد الكيان، ومن ثم كان بعد كده نوصل نفسه. دي الفلسفة الأولى. الفلسفه الثانيه طبعا انه الحقيقه مع التطور الكبير جدا في هذا القطاع والمساهمه اللي بتصل يعني ال 20% هو والمقاولات في الاقتصاد في الناتج القومي المحلي
وايضا في حجم العماله اللي بتمثل يمكن ربع المصريين، وايضا في ان هو القطاع الوحيد اللي بيشتغل حتى في ازمات كورونا وخلافه، وايضا ان هو سياده الرئيس مهتم به اهتمام كبير بيعتبره هو يعني القاطره الحقيقيه في التنميه بخلاف اي فتره سابقه. فكان لازم ان يكون في قانون تنظيمي، لان هيبتدي يطلع بعض المطورين حسن النيه اللي هو ما عندوش قدرات فنيه او ماليه او اداريه ينتج عنها انها توجد مشكلات في هذا القطاع، حسب المشكله لينا كلنا، لان في الاخر قطاع صناعه، فالقطاع لو طلع عليه سمعه احنا هنتاثر جميعا. الجزئيه الثانيه ان احنا من خلال الغرفه اللي انا بشرف رئاستها او من خلال الشعبه او من خلال اي كيان، حتى زمان كنا جمعيات مستثمرين، ما عندناش الصلاحيه لا القانونيه ولا الاداريه اللي تمكننا من ان احنا نعمل اي تعاملات مع المطور، غير الود ان هو يجي لنا برغبته يبقى عضو معانا عشان نحاول ننظم القطاع. القانون هيدينا الاتاحيه في ان احنا يبقى عندنا رسوم، هيدينا الاتاحيه ان احنا يبقى عندنا عقوبات على المطور اللي عنده مشكله، هيدينا القدره ان احنا نتكلم بشكل جمعي فيبقى في دفاع حقيقي عن المطورين. دي حاجه مهمه جدا. اتحاد المطورين في رايي الشخصي وفي زملاء في الاتحاد حقق نجاح كبير جدا في الدفاع عن هذا القطاع. القطاع ده كان عنده برضه مشكلات كبيره جدا جدا من 15 سنه او اكتر، سواء في الحقوق او في العقود او في التوازنات، كان الوضع بتاعه مش جيد خالص. اشوف ان احنا في نفس النقطه دلوقتي. عامل قانون للمطور، والمطور ده بيعمل لمين؟ هو للمواطن اللي بيشتري. طب انت انت مستبعده خالص، مستبعد المواطن صاحب الشأن في كل حاجه، هو اللي هيبقى المالك، وهو اللي يمكن يمتلك بعد كده لو عمل اتحاد شغالين، هو اللي هيدين وهو اللي هيعمل. نحافظ على موقفين هذا القانون. أول حالة تعريف المطور العقاري. المطور العقاري عايزينه يبقى كل ما هو بيشتغل في صناعة البناء لغرض الإيجار يبقى مطور، لأن دول بيمثلوا 80% من الماركت العقاري. الماركت العقاري مش كومباوندات بس، مش مولات بس، مش إدارة وتجاري بس، لا، ده فيه حاجات انديفيدوال كتير. ونبدأ نتغلب على دية ان احنا نعمل جريدز زي اتحاد المقاولين، يبقى فيه فئات. النقطة التانية انا عايز اعرف هو ليه مفروض يتحل الشعبة والغرفة؟ يعني ايه الاستفادة من اتحاد المطورين لما يتنشئ ان هي تحل الشعبة تحل والغرفة تحل؟ ده بالعكس، ده القطاع العقاري كبير وهيكبر اكتر، احنا محتاجين الممثلين القطاع العقاري، وبالذات ان الشعبة والغرفة في الاتحاد العام للصناعات واتحاد العمال والاداريه هم مش اصحاب سياده ولا اصحاب قرارات، وفي الاخر هو الاتحاد. انما لما يبقى فيه اكثر من جهه تمثل القطاع العقاري وتنقل الامه ومشاكله وتنقلها الى الاتحاد، انا شايف ان ده يكون افضل. نص الدستور واضح، سيادتك تدمج ما تدمجش، لا يمكن يكون في اسم ثاني يحمل اسم المطورين غير هذا الاتحاد الذي سوف ينشئ، وخبات سيادتك، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة أو اتحاد واحد. ده قول فصل، ده دستور. المخالي بدأت تحل جميع الاتحادات وتدمج جميع الاتحادات والغرف والمجالس القائمة التي تمثل المطورين والمستثمرين. يبقى بدأت كلمة تحل تدمج. في جزء من التطوير العقاري الحقيقة هو مستحدث مصر يمكن من 20-25 سنة ومهمل تنظيمه بشكل كامل، وهو إدارة النشاط. تنظيم مهنة ده حاجة كبيرة جدا. الجزء عشان أنظم مهنة لازم الأول يبقى ليها ممثل، وبعد ما ليها ممثل يشترك هذا الممثل مع جهات الدولة في تنظيم المهنة. تنظيم مهنة داخل فيه بنوك، وداخل فيه تمويل عقاري، وداخل فيه إدارة مشروعات، كل دي في تنظيم، داخل فيه مسوقين عقاريين، يعني تنظيم المهنة ده كتير جدا، ستيك هولدرز بتوع المهنة كتير قوي. تأسيس مجلس الإدارة المؤقت، بدل ما نسيبها كده الموضوع عنه خالص، يعني لأن احنا ليه ما نقولش إن هي مثلا هيئة المجتمعات العمرانية بصفتها مثلا أكبر مطور في مصر، يبقى ممثلة ثلاثة أعضاء، الغرفة التطوير العقاري ثلاثة أعضاء، أنا بقول يعني عن الشعب في الاستثمار العقاري، لو في جهات تانية حكومية، بحيث إن هو بقى إيه نسهل تشكيل المجلس. مادة 2 ومادة 3 مع بعض، فكرة إن احنا عايزين نعمل
القانون ينظم التطوير العقاري كلنا متفقين عليها، من اصغر مطور لاكبر مطور، كلنا شايفين ان هو المستقبل. احنا اصلا شغالين على تصدير العقار وعايزين نعمل ثروه قوميه من العقارات في مصر، وهي قابله لده يعني كموقع وكتطوير وخطه الرئيس، كل الحاجات دي تتيح لنا الفرصه ان احنا بس محتاجين شويه تنظيم. فكلنا مع ده، بنشكركم جدا يعني على اهتمامكم بده. الاهم هو تنظيم العلاقه ما بين المطورين العقاريين والعملاء. يعني لو وضع العميل هنا كماده يخالف الاصل في الدستور، وهو انه ينظم عمل الدوله. حمايه المستهلك يخش يحاسبني كمطور عقاري وينزل عليا غرامات غير قانونيه، وهو انا اصلا ما بديكش حاجه يتخضع لحمايه المستهلك. بس فكره ان احنا هنحل جميع الاتحادات والغرف ونكون مجلس اداره 15 فرد بس مسؤول عن كل عدد المطورين الموجودين في مصر، اللي بالمناسبة قابلين لزيادة طول الوقت، وفكرة ان المطور هو اللي بنى عمارة ده مطور، واللي بنى كومباوند مطور، واللي بنى مدينة كاملة هو برضو مطور، دي مفيدة لينا، لان المطور لما انا بنظم له الاساسيات بتاعته، هو بيدفع ضرائب، هو بيعنده عمالة، هو بيقدر يشغل ناس، هو بيساعد بشكل او باخر في الاقتصاد القومي المصري. فلو انا انحيت ناس او بدات ان انا اقول لا انت ما تخشش معانا في الاتحاد، او انت مش مالكش اصلا جهه تمثلك، هنبدا نلاقي ان في اقتصاد في الظل، نلاقي مقاول عنده مليارات ومحدش يعرف عنه حاجه، لا بيدفع ضرائب ولا بيشغل ناس ولا بيأجر مقرات ولا بيعمل اي حاجه خالص، فاحنا اللي خسرانين كدوله. احنا طالبين جهه نتعامل معاها، لكن لما يكون في اتحاد وفي شعبه وفي غرفه هنتعامل مع مين؟ كل موجودين في الشعبة موجودين في الغرفة، هو الغرض تنظيم المهنة وتنظيم العلاقة. إذا بقى في كيان موجود، هذا هو الكيان، لازم كله يندرج تحت ظهره. احنا نقسمها جغرافيا. عندك حق، ده هيحصل فعلا. الاتحاد هيبقى عنده فروع، فرع في المنصورة، فرع في اسكندرية، وبالتالي هيبقى في أماكن تنظيمية فرعية في المحافظة. اختار مجلس اداره لازم يكون 15 من المصريين. الموضوع الاول ان وجود كيان اسمه اتحاد المطورين العقاريين له الصفه القانونيه والصلاحيه في التنظيم هو الغرض من هذه الجلسه. هذا الكيان مش موجود. حضرتك كل اللي انت اثرته اللي هو صحيح وعلاقه الواقع على الارض، مين الجهه الرسميه التي لها الصفه القانونيه التي تستطيع ان تجلس على مائده مع مسؤول حكومي او مع فيما بيننا عشان ننظم هذا الكلام؟ أنا كغرفة ما عنديش الصلاحيات. إذا احنا بنتكلم في فلسفة بسيطة وصولا لإصدار قانون اتحاد المطورين. في ثلاث حاجات، في مربي عقاري، وفي مطور عقاري، وفي مستثمر عقاري. الدستور أو القانون ما فيهوش أصلا، ما فيش ولا واحد من الثلاثة، فده عرف احنا عرفناه المنمي. اللفظ الصحيح هو المطور والمستثمر. هل أعضاء المجلس المؤقت بنحاول يخش انتخابات المجلس اللي بعدها؟ القانون، القانون اللي لو كان القانون بيسمح بذلك يسمح، لو ما يسمحش ما يسمحش.